مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذه أبرز العناوين. حارس المنتخب الوطني المغربي ياسين بونو يفاجئ زميله يوسف نصيري بتصريح تاريخي، وهذا ما قالاه. عميد الأسود غانم رومانسايس يتألق في الدوري التركي ويتحصل على أعلى تنقيط لهذا الشهر. مدرب المنتخب الجزائري يصدم المغاربة بما فعله قبل مواجهة المنتخب المغربي الأقل من 17 سنة في كأس أمم إفريقيا المقام حاليا بالجزائر. استدعاء لاعبين من صفوف المنتخب الوطني المغربي الأول للتواجد مع المنتخب المغربي الأولمبي في كأس أمم إفريقيا. نصير مزراوي بعد الأداء الجيد الذي قدمه أمام بيرمان يعبر عن فرحته، وهذا ما قاله للجماهير. تحدث الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية عن العلاقة التي تجمعه بزميله ومواطنه يوسف نصيري، مؤكدا أنه يعتبره مثل أخيه الصغير. وقال بونو في تصريحات لإحدى المواقع الإسبانية: أنا فخور جدا بيوسف نصيري، إنسان عظيم وله مبدأ كشخص، لقد بذل الكثير من الجهد للتطور كلاعب، أنا أعتبره بمثابة أخي الصغير، لذلك دائما ما كنت أحاول مساندته ومساعدته ودعمه كلما شعر أنه في حاجة إلى ذلك، وهو يفعل الشيء نفسه معي. وأتم حديثه بالقول: أعتقد أنه لا يزال بإمكاني تقديم والتحسن كلاعب، أشكر الله وأتمنى له النصر والتوفيق، أنا شخصيا أراه أخ صغير قبل أن أراه كلاعب. ظهر الدولي المغربي رومانسايس مدافع باشكتاش التركي بمردود جيد في المواجهة التي جمعت فريقه بنظيره أنطاليا سبور يوم السبت الماضي برسم الجولة 33 من الدوري التركي. وشهد اللقاء المشاركة القائد المنتخب المغربي رومانسايس والمحترف في صفوف باشكتاش التركي كأساسي. وحسب موقع سوفاسكور فقد تحصل على تنقيط 7.4 بعدما قام بثمانية كرات طويلة ناجحة من أصل 14 بدقة تمريرة بلغت 49%، وشارك في 9 نزالات ثنائية خلال مواجهة ربح 7 منها مع تحقيق 3 تدخلات ناجحة على الكرة. وكانت صحيفة الصباح التركية قد أشارت في وقت سابق إلى أن مدرب فريق باشكتاش شينيور غونيش وإدارة النادي يعتبرون رومانسايس لاعب لا غنى عنه داخل الفريق، لكن في حال توصل بعرض جيد مع نهاية الموسم الحالي من المتوقع أن يغادر صفوف الفريق. وأكدت الصحيفة أن سايس يدرس عرضا من توتنهام وفرست الإنجليزي، بالإضافة إلى وجود عروض من أندية فرنسية وبرتغالية أبدت اهتمامها بجدية بضم اللاعب المغربي خلال الفترة المقبلة. أشعل مدرب المنتخب الجزائري الأقل من 17 سنة نار المواجهة قبل أن تبدأ، والتي ستجمعه بالمنتخب المغربي بقيادة الإطار الوطني سعيد شيبا ضمن ربع نهائي كأس إفريقيا للناشئين والمقام بالجزائر. وقام مدرب أشبال الجزائر وعد الجمهور بلده بالتأهل للنصف النهائي من المسابقة، حيث قال بالحرف: أعدكم أننا سنتأهل للمونديال أشبال. وكشف رزقي رومان أن هدفه الأسمى هو الانتصار على المنتخب المغربي والتأهل لنهائيات كأس العالم، قبل أن يصف المواجهة المنتظرة بمثابة النهائية. ودعا رومان الجمهور الجزائري إلى تقديم الدعم المعنوي للمنتخب وعدم الضغط بقوة على اللاعبين بالنظر إلى صغر السن وعدم تعودهم على المنافسات الدولية الكبيرة. وستقام مباراة كرة القدم بين المغرب والجزائر يوم الأربعاء المقبل في مدينة قسنطينة، ويعد الفوز في هذه المباراة مفتاحا للتأهل إلى بطولة كأس العالم، حيث يتأهل المنتخب الفائز إلى المربع الذهبي مباشرة ويحصل بذلك على فرصة المشاركة في البطولة العالمية التي ستجرى في نهاية العام الجاري. ويقترب المشجعو الإعلان عن البلد المضيف للبطولة بعد انسحاب البيرو من تنظيمها. دعا مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم عصام الشرعي لاعبين من المنتخب الأول للتواجد في اللائحة النهائية لنهائيات كأس إفريقيا الأقل من 23 سنة المؤهل لدور الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
وقد تم استدعاء لاعب بلال خنوس وأنا الزروري من منتخب أسود لتعزيز اللائحة النهائية التي سيعتمدها المنتخب في بطولة الأولمبي المقابلة التي ستقام في المغرب. تم اختيار لاعب بلال خنوس بعد أدائه المميز في مونديال قطر وفي مباراة البرازيل والبيرو، بالإضافة إلى مستويات المتميزة في الدوري البلجيكي مع ناديه جينيك. وفاز الخنوس بجائزة دومينيك دونفيرو كأفضل لاعب واعد في الدوري البلجيكي لأول مرة. أما اللاعب أنا الزروري فقد لفت الأنظار بأداء المتميز كلاعب هجومي في الفريق الإنجليزي بيرنلي، حيث تميز بأدائه اللافت في الدوري الدرجة الأولى الإنجليزية الشامبيونشيب، وساهم في صعود فريقه إلى الدور الإنجليزي الممتاز قبل 7 جولات على النهاية. وقد أعلنت قرعة كأس إفريقيا لكرة القدم الأقل من 23 سنة التي جرت في مركب محمد السادس لكرة القدم بسلا تواجد المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات غانيا والكونغو وغينيا. ساهم الدولي المغربي نصر مزراوي الظهير الأيمن لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم في فوز فريقه على مضيفه فيرد بيرمان بهدفين لواحد أمس السبت لحساب الجولة 31 من منافسات الدوري الألماني. وخاض مزراوي واحد من بين أفضل مبارياته مع البافاري مقدما أوراق اعتماده بقوة على أنه يستحق وضعا أفضل من الذي عاشه مع الفريق في المباريات الأخيرة. وصرح مزراوي بعد المباراة التي ساهم فيها بتمريرة حاسمة في الشوط الثاني في هدف زميله ساني قائلنا: لقد كانت مباراة صعبة للفريقين، لم تتح لنا الفرص عديدة في الشوط الأول. وأضاف المتحدث نفسه: لكن وكما حدث الأسبوع الماضي تحلينا بالهدوء والصبر وقمنا بالضغط على الخصم لتسبب له في الإرهاق، وبعد الضغط حصلنا على مساحة بين الضغوط وقمنا باستغلال الفرص وسنقدم كل شيء من أجل الفوز باللقب. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية.